مشاهدينا الكرام، مسعد الله اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى حلقه جديده من الواقع اليمني. أهلا بكم. في مسار الأزمة السياسية اليمنية وتطوراتها، وبعد أيام من إعلان خطة كيري، الحكومة تعلن موافقتها على الخطة، ولكنها اشترطت أن تكون وفق مرجعيات مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية والقرار الأممي 22/16، فيما المجلس السياسي الأعلى قال بأنه سيتعامل بإيجابية تجاه أي مبادرات تنهي العدوان حسب بيان المجلس اليوم. في حين يتسلم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ خارطة الطريق من الاجتماع الرباعي بجدة لتبدأ هنا المهمة الأممية ومهمة المبعوث إسماعيل ولد الشيخ، فهل ينجح في كسر حاجز التصعيد السياسي والتحضير لمرحلة جديدة من المشاورات والحوار؟ وماذا في أجندته بذلك، ومن أين سيبدأ؟ في الجانب الآخر، المعارك على أشدها والمواجهات مشتعلة مع غارات وقصف جوي في عدد من المحافظات. لمناقشة كل ذلك انضم إلينا من الرياض الدكتور سمير غلاب، المحلل السياسي اليمني. مساء الخير دكتور نجيب. أهلا، مساء الخير والعافية لك وللمشاهدين وضيفك الكريم. مرحبا. ومن صنعاء انضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ نبيل الصوفي. مرحبا أستاذ نبيل. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. لو نبدأ معك أستاذ نبيل ونتحدث عن خطة كيري التي كانت في جدة، أو ما أسمي باتفاق جدة، من حيث المبدأ هل هناك أي جديد أو أي شيء مختلف عما كان يطرح في الكويت واحد والكويت اثنين، إذا ما قلنا أن الكويت كان واحد واثنين أصلا؟ بالنسبة لي لم أرى أن هناك شيء جديد، لم أرى اختلافا عن ما كان طرح في آخر مع إجداد اجتماع الكويت اثنين. فقط كانت الحكومة في الرياض رفضت أن يتم الأمر بمسار واحد، وقالت فقط يحصل الاتفاق الأمني وعسكري والسياسي يؤجل، وحاول الوفد القادم من صنعاء أن يثني عن هذا الاشتراك، وهي رفضت حتى آخر لحظة. كحديث كيري ليس فيه أي جديد على الإطلاق، هو يتحدث عن حل سياسي، عن حل سلمي، وبالتالي يعني يشترط حل سياسي بين طرفين سياسيين، إذن لابد بحسب أن تتم الترضيات السياسية للأطراف، يعني بمعنى أنه يجلس الناس على الطاولة وينظروا لموضوع التفاصيل الأخرى التي مختلفين عليها. حسب الكلام العام كيري وافق على خطة، على أن لا يكون هناك مسارين، وأن يحل الأمر بمسار واحد، مسار سياسي ومسار أمني في نفس الوقت. دكتور نجيب، الحكومة بموافقتها هل رضخت لما كان يطلبه وفد صنعاء؟ لا أعتقد أنه هناك يعني متغير أو تحول جذري في الرؤية الأمريكية المطروحة، لكن ربما غدت أكثر وضوحاً فيما يخص يعني الحل السياسي، وهذه الرؤية هي انعكاس للرؤية الأممية. التحول الجديد هو أن يكون هناك يعني مسارين متوازيين أيضا، والحديث عن طرف ثالث، والطرف الثالث هي لجنة عسكرية أمنية تشرف عليها الأمم المتحدة من ضباط وجنود يمنيين يتم تدريبهم لأداء مهمتهم القادمة، وسيكون هناك شراكة يعني أممية وإقليمية في هذه اللجنة، لكن سيكون العمود الفقري هو لجنة عسكرية أمنية من ضباط ويمنيين يعني محايدين وأكثر تحيزا لقوانين وعقائد المؤسسة العسكرية والأمنية وخارج إطار صراعات القوى المتنازعة. الجديد الآخر هو الحديث عن الحوثية كأقلية صغيرة،
هذا متغير جديد. قبلها دكتور نجيب، عفوا، قبلها أنت أشرت إلى أنه الضباط سيكونون من المحايدين، هل بالفعل لدينا الآن ضباط محايدون؟ أنا أتحدث عن ضباط وعسكريين وأمنيين متحيزين للمؤسسة الأمنية والعسكرية ومحايدين فيما يخص الصراع بين القوى السياسية، لأن المؤسسة العسكرية وظفت وتم اختطافها وتم توظيفها ونهب سلاحها، وبالتالي اليوم الحديث عن طرف عسكري أيضا هذا الطرف هو يعني سيكون هناك يعني إشراف أممي وأيضا شراكة إقليمية ودولية في 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 هذه اللجنة مع وجود ضمانات كاملة بحيث ما تحصلش اضطرابات ولا زعزعة في الفترة القادمة، وهذا هو لصالح المؤسسة العسكرية والأمنية وتحييدها لتقوم بوظائفها وفق عقائدها. المسألة أيضا ذكر الحوثية كأقلية وفي الوقت نفسه اعتبارها هي الطرف الأساسي مع الشرعية، كان هناك تجاهل كامل لصالح والتيار المؤتمر الشعبي العام الموالي له، لم يتم الحديث عنهم بشكل كامل، وهذا مؤشر واضح يعني لمحاولة عزل صالح عن العملية السياسية مستقبلا. هو قالوها بشكل غير مباشر، لم يورد خلال التصريحات التي تابعناها أي ذكر لا لصالح ولا للتيار المؤتمر الشعبي. طيب دكتور نجيب، هذه نقطة في غاية الأهمية سنعود إليها في سؤال. دكتور نجيب علشان فقط نحاول أن يكون هناك تسلسل للنقاط، فقط أنا أعدك أن سأعود إلى هذه النقطة بالتفصيل. أستاذ نبيل الصوفي، الطرف الثالث البعض اعتبره بأنه دولة محايدة، ربما عمان، ربما الكويت، ما هي قراءتك أنت لهذا الطرف، الطرف الثالث؟ لا والله ليست جديدة، أنا يعني في النهاية دكتور نجيب يراها جديدة، كل الكلام هذا بالنسبة يعني أمريكا في الخطة السياسية تقول الكلام هذا من سنة. أنا أطرأ من حكاية أن الطرف الجديد هو الطرف اللجنة العسكرية والأمنية التي كان يتناقشون عليها الناس في الكويت، هل تكون لجنة عسكرية أمنية ممثلة للأطراف أم لجنة عسكرية غير ممثلة للأطراف، هي أفراد غير ممثلين للأطراف، وهي حتى الآن لم يصل الناس إلى اتفاق حولها، هل تكون لجنة من أفراد ليس لهم انتماء سياسية أم تكون ممثلة للأطراف. الآراء المختلفة، هناك من يرى أنه لن تكون لها قيمة إلا أن تكون ممثلة للأطراف السياسية، الأطراف السياسية المختلفة، مثل أمس اللجنة العسكرية العليا التي ألغاها عبد الرحمن منصور هادي بعد أن تسلم الرئاسة ونصت عليها المبادرة الخليجية، بحيث أنها تمثل في النهاية إما مؤسسة عسكرية أو تمثل أطراف سياسية، ليست جديدة ولا حديث فيها عن دولة جديدة أو دولة أخرى، هي لجنة هذا التوصيف لها اللي تكون في النهاية طرف ثالث بين الأطراف السياسية، ولكن هذا خاضع لاتفاق الأطراف اليمنية وليس مسألة توجيه يأتي من هنا أو هناك. عدم تسميتها في اتفاق جدة هل يخدم، وإلا هنا سيكمن الشيطان في هذا التفصيل البسيط؟ ما فيش اتفاق في جدة. أي اتفاق في جدة؟ المبادرة خلينا نسمي، البعض أطلق عليها اتفاق جدة. لا الاتفاق الرباعي. لا زلت مصر على أنه الإعلام لا أدري لماذا تحدث عن الأمر وكأنه شيء جديد، كل ما حدث هو نفس الرؤية التي كانوا متناقشين عليها في الكويت ووصلوا إلى شبه إنجاز لها لولا رفض الحكومة ما يتعلق بالمسارين. هناك عطل الأمر، كيري جاء إلى السعودية وقال نحن مع هذه الخطة مع دمج المسارين، فقط هذا هو الجدل الذي حصل. لا، ما هو ما هو أستاذ نبيل، برضو أنت تتحدث عن الحكومة أنه رفضت المسارين، الطرف الآخر أيضا اشترط أن تكون الحكومة أولا. لا، اتفقوا على مسار واحد، يعني في النهاية نتحدث عن مفاوضات وليس عن قرار، يعني لم يصلوا كانوا لقرار، لكن هذا النقطة أنه ليس هناك مسارين منذ أن عادوا في إجازة رمضان وقبل عودتهم هم يطرحون هذه النقطة، لا مجال الحديث عن مسار أمني عسكري ومسار سياسي، لابد أن نتحدث عن حزمة إجراءات تخص المسألة كلها ولجنة تأتي لاستلام البلد من الأطراف المختلفة، لكن ليس هناك، لم يكن هناك حديث عن أنه لا نشي حكومة ونخلي السلاح بيد حد. طيب دكتور نجيب غلاب، أعود إلى النقطة التي كنت أثرتها على أنه هناك تجاهل لصالح، هل من الممكن الآن التجاهل لصالح ونحن نتحدث عن رجل له قوته على الأرض وهو شريك أساسي مع جماعة أنصار الله سواء في المجلس السياسي الأعلى وحتى بالوفد الذي ذهب إلى الكويت؟
يبدو لي أنه الطريق الصالح من خلال اللقاءات اللي بيقوم بها سلوكها السياسي يعني مثير للشغب والإزعاج بالنسبة للأطراف الإقليمية والدولية، بالذات أنه في آخر مقابلة له قال لقد حفر حفة عميقة لمخرجات الحوار للمرجعيات بشكل عام ثم قرها، وبالتالي أيضا طريقتها في عملية محاولة استدعاء روسيا. يعني كثير من تصريحاته مثيرة للجدل، وبالتالي أيضا يبدو لي أنه هناك عزلة، يعني صالح أصبح معزول عن القوى الدولية والإقليمية، وهم أيضا لديهم رغبة في إخراجه من العملية السياسية. هو يحاول أن يثبت قوته من خلال يعني كثير من الأنشطة التي يمارسها، لكن يبدو أنه الأبواب كلها أمامه مغلقة، وبالتالي هو الصالح لم يتمكن من فتح أي نافذة لا مع الأمريكان ولا مع دول التحالف ولا حتى مع الروس. الروس لم يعطوه يعني أي أمل، وبالتالي إذا استمر صالح في طريقته وسلوكه السياسي أنا أعتقد أنه الحوثية ربما أيضا تأخذ مسار مغاير. قد يبدو أنه هناك تحالف وترابط قوي، لكن مسألة بالنسبة للحوثية لديها قناعة كاملة أنها أصبحت غير قادرة على الحكم، وهذا دفعها باتجاه يعني التحالف مرة أخرى من خلال المجلس السياسي مع صالح بحيث يكونوا شركاء في الحكم. لكن يبدو أن هذا المجلس السياسي اعتبره إجراء يعني منفرد وغير مقبول، ولم يتم التعامل معه. حتى لو تم في الفترة القادمة ستحاول الحوثية وصالح أنهم يدخلوا كطرف واحد من خلال المجلس السياسي، لا أدري كيف سيتم التعامل معه من قبل الشرعية ودول التحالف وحتى الأمريكان والبريطانيين. لا، ما هو الأمريكان دكتور نجيب، ما هو الأمريكان والبريطانيين والتحالف والكل يعرفون هذا، يعرفون أنهم متحالفين وتعاملوا وخرجوا بهذه الرؤية، هم عارفين كل هذه النقاط التي تحدث عنها. هذا ما هو تحالف، علشان نكون واضحين فيما يخص تحالف صالح والحوثي، هو تحالف ضرورة يعني من ناحية فعلية. الحوثي وصالح يتنافسوا على نفس مربعات السلطة، على نفس الكعكة، وبالتالي هم الآن في حالة قسمة. لكن إذا كان صالح والمؤتمر الشعبي بتيارة التابع له مع العسكريين والأمنيين لم يتمكنوا من استيعاب للإصلاح ولا المشترك ولا محسن ولا بيت الأحمر، هذه القوة اليوم هي في حالة ضعف ومحاصرة، يعني محاصرة باتجاهين من قبل الحوثية ومن الخارج. حالة الضعف هذه هي اللي بتقودهم الآن إلى التلاحم مع الحوثية، والحوثية في نفس الوقت لا يوجد لديها بيئة حاضنة قادرة على حمايتها اليوم إلا أن تتحالف مع صالح ومع القبيلة والعسكر، لأن هذه القوة إذا انتفضت بالأخير ستحاصر الحوثية. المستقبل ما زال يعني المتحولات فيه لن تكون كما هي اليوم، وبالتالي أنا أعتقد أنه مسألة الوصول إلى حل سياسي هو يخدم الحوثي وصالح أكثر مما يخدم الشرعية، لكن أنا لا أدري كيف يرفضوا هذه الحدود والمشاغبات المستمرة على الحدود السعودية، وكأنها رسالة واضحة يعني وتحدي لاستمرار الحرب. لكن في موقف آخر دعني أكمل. نتائجها الفعلية لا تؤدي إلى الوصول إلى حل سياسي ولا تؤثر حتى من حيث الضغط على المملكة العربية السعودية، بل ربما تجعل التحالف والمنظومة الدولية أكثر تحفزا في جعل الحل العسكري هو الخيار الوحيد. طيب هذه النقطة أيضا كيري. نعم سأعود إلى هذه النقطة. أستاذ نبيل، هل بالفعل ذهب المؤتمر ليتحالف مع أنصار الله من أجل الإنقاذ، من أجل يعني التحالف المتعلق بأنصار الله؟ هذه الصورة هي طبعا. أنا الآن سمعت لأكثر من نجيب، مش نجيب واحد، نجيب يقول أنه صالح ضعيف، ونجيب يقول أنه لن ينقل الحوثي إلا بتحالف مع صالح، نجيب يقول أنه في حل سياسي، ونجيب آخر يقول أنه لا ما فيش حل سياسي. المسألة
بين القو في الرياض بين القو هذا نشتي وهذا ما نشتيش وسيكون لهم ما شاءوا. هذا يعني في تمام مجموعة كلام يقال مش مشكلة كل طرف يقول ما يرى. بالنسبة للتحالف نعم هو تحالف الضرورة، ما فيش تحالفات سياسية تكي خورة، تحالفات سياسية هي تحالفات الضرورة من أجل أن يصلوا الناس في النهاية. كل طرف يتمنى دائما أن يكون هو الذي يترك له فرصة أن يقود مرحلته، لكن حينما يضطر للتحالف فهو متحالف. نعم المؤتمر وانصار لقى متحالفا اضطراريا، صبروا يعني سنتين حتى الآن، البلد منذ فر الرئيس عبد الرؤوف منصور هادي منذ فر من صنعاء منذ ترك صنعاء للفرار كانوا ينتظرون حلا سياسيا، حاولوا بكل الإمكانات حينما سدت الطرق. حدث تحالف اضطراري بين المؤتمر والانصار لحماية اليمن التي تحت سلطتهم، والنظر بعد ذلك فيما يتعلق باليمن التي ليست بسلطة أحد في النهاية الشرعية في الرياض، وبقية اليمن ليست تابعة لا للرياض ولا لعبد المنصور هادي ولا لأحد من هذا ولا لجونكيري. طيب دكتور نجيب، أنت كنت أشرت إلى موضوع أن الحل السياسي سيخدم الطرف الآخر أكثر من طرف الحكومة أكثر منه هو المجلس السياسي، لأنه كان في تصريح للمجلس السياسي قال سيتعامل بإيجابية بشرط أن تكون هذه المبادرات ملبية لوقف ما أسماه بالعدوان والحصار وغير ذلك من الأمور. يعني برضو في موقف، مش أنه ما في موقف. أولا أنا لا أقول أشياء يعني متناقضة، أنا أوصف واقع كما هو. توصيف الواقع لا يعني أنه في تناقض، هناك تناقضات داخل الواقع وأنا أوصفها كما هو بصرف النظر، يعني عجب نبيل أو ما عجبه أو حتى ما عجبنيش أنا، بالأخير أنا أوصف واقع موجود. هذا أولا. المسألة الثانية، هذه لم يفر، هناك انقلاب وقوة عسكرية كاملة ومحاصرة رئيس جمهورية، لم يعني ما يعني لا قوة سياسية ولا حتى العسكر أنفسهم أنا خرطوا في مؤامرة الانقلاب وكثير يعني، وأصبح الرئيس وحيد داخل العاصمة، وكان هناك قوة مسلحة كاملة منتشرة. الرئيس بالأخير ماذا يعمل؟ هل يظل تحت بعد أن فرضت عليه الإقامة الجبرية وحاصروه وأجبروه على الاستقالة بل وأهانوه؟ ذهب إلى عدن لحدتها الطائرات ولحدتها الميليشيات إلى عدن، هذه لم يهرب وإنما يعني انتقل إلى عدن، لم يجد مجالا يعني بعد أن وصلوا إلى عدن. طلب الجميع أن تستمر العملية السياسية والحوار، لكن الطائرات يعني قصفت مقر إقامتها، وبالتالي هو كان يمثل السيادة اليمنية ويمثل الشيعية، وبالتالي مسألة الحفاظ عليه يعني كانت قرارات، وهذه مش اللي اتخذ القرار، هناك قوة كثيرة كانت مؤيدة للشرعية في الداخل ورافضة للإنقلاب. طيب. وحددت مسارات الخيارات، والرئيس اتخذ القرار ثم ذهب إلى الرياض وطلب منهم التدخل. هذا أولا. المسألة الثانية أنه الحكومة في الرياض، هذا كلام مش صحيح، اليوم الحكومة موجودة في عدن، موجودة في المقلة، موجودة في مارب، صحيح أن الأوضاع لم تطبع بعد لكنها تطبع يوما، والشرعية تراكم قوتها يوما وراء آخر. أيضا الانقلاب لم يعد قادرا على الحكم، الانقلاب محاصر في الداخل ومحاصر من الخارج، ومسألة الضبط اللي فرضها هي نتيجة قوة الجمع اللي يملكها، لكن لو في هناك حرية ستعرف ستحدث انتفاضات شاملة داخل صنعاء وفي مناطق القبائل وفي كل مكان، يعني بمعنى أنه الانقلاب اليوم غير قادر على الحكم ولا هو قادر على الاستمرار. طيب. فما بيش خيار اليوم علشان نحد من المسألة الإنسانية إلا أن نصل إلى حل سياسي. ما يجري واقعا أنه أطراف الإنقلاب لديها رغبة في شرعنة الإنقلاب من خلال المرجعيات والتلاعب كما هو عادة كما هي العادة. اليوم نحن في مرحلة فاصلة، ما عاد فيش الأمور اليوم أنك تلعب سياسة كثير، الأمور واضحة جدا، لابد من حل سياسي يجمع كل الأطراف حتى نصل إلى عملية سياسية. طيب كيف قرأت ما جاء، باختصار لو سمحت، كيف قرأت ما جاء على في بيان المجلس السياسي بأنه سيتعامل مع أي مبادرات بإيجابية؟ ما فيش أمامهم خيار من ناحية واقعية. يا أخي شوف، أطراف الإنقلاب في الغرف المغلقة تشتكي وتقول أنها مستعدة لتقديم كل التنازلات. الحوثية نفسها هي من أوصلت المنظومة الدولية والإقليمية لتعريفها كأقلية، وأقنعتهم أنها أقلية وأنها ستتعرض للاستئصال مستقبلا في حالة سلمت السلاح وفي حالة كان حصل انتصار عسكري.
هناك يعني الآن العالم كله يتحدث من أمريكا إلى روسيا إلى بريطانيا إلى دول التحالف أن الحل لابد أن يكون سياسي وليس عسكري. ومن يدفع باتجاهات الحل العسكري هي طريقة أطراف الإنقلاب في التعامل مع هذا الحل. هم يريدون أنهم يعيدوا إنتاج الإنقلاب، هذه مسألة مستحيلة لن يقبلها أحد. لدينا مرجعيات علينا أن نتعامل وفق هذه المرجعيات بما يحمي مصالح الأطراف. قرار مجلس الأمن ببنوده كلها لو طبقت بحذافيرها بوجهة نظر أكبر متطرف داخل الشرعية أن الحوثي وصالح ما زالوا موجودين كشركاء، وهم يعني ربما يكونوا تكون يعني يكونوا أكثر قوة في المستقبل، لكن ما زالوا هم أداة وظيفية في إدارة معركة دولية وإقليمية، وبالتالي هم يضحوا بأنفسهم ويضحوا باليمن. طيب وصلت الفكرة أستاذ نجيب. أستاذ نبيل الصوفي، طبعا عدنا لك بعد وقت ربما طويل، لكن أنت تختصر دائما بالإجابة. بكل الأحوال ربما هذه المرة الأولى منذ الأزمة اليمنية أمريكا تدخل على الخط بمبادرة مباشرة وتتبناها هي. كيف تقرأ هذا التدخل الأمريكي، خاصة ونحن أمام 70 يوم فقط على رحيل رئيس أمريكي وهو أوباما، وقدوم رئيس قادم سواء كان كلينتون أو ترامب أو هم الاثنين ما في غيرهم؟ يعني هذا مؤشر على أنه هذه المرة هي هناك جدية للحل بالفعل؟ اولا انا يعني انا استمع لمحاضره تتحدث عن كل شيء ثم تسالني دقيقه ونص. لا خذ راحتك خذ راحتك. لا مش خذ راحه، وفي النهايه نحن لا نناقش نقاط محدده. ساعود لحكايات انه مناوشات في جيزان، يعني في النهايه تمام مناوشات، دعونا نناوش، دعوا المقاتل اليمني يناوش داخل جيزان ونجران والطوال، دعوه يناوش. هذه مساله ماذا هي مناوشات لا تحتاج ان يستدعوا مجندين من عدن ومن ابين ويتم نقلهم اليوم وامس وقبله الى داخل الحدود السعوديه في محاوله لان يكون اليمني يواجه اليمني. النقطه الاخرى، امريكا لم تقل جديدا ولم تقدم مبادره جديده. امريكا كما فعلت من قبل دعمت مشروع ولد الشيخ، ليس هناك راي جديد في امريكا، هذا من سنه قاله اوباما بالعلن وقاله كيري اليوم، فقط المسألة تعلق بتفصيل محدد هو مسألة المسارين، هذه النقطة الوحيدة اللي قالتها أمريكا، ليس هناك جديد. وهي في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية ليست مشغولة كثيرا بالموضوع في اليمن. بالنسبة للسعودية هناك تعقيدات كثيرة الآن تتم داخل العلاقة السعودية الأمريكية، لكن نعم نحن فترة انتخابات وهي فترة ميتة بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية. هذه آخر جولة يقوم بها كيري، ثم سيدخل في خضم الحديث عن تشكيل حكومة جديدة أمريكية بعد الانتخابات، وسنرى ما سيكون بعد ذلك. في النهاية أمريكا تقدم فكرة قالت الأهم، وهو أنه الحديث عن الحل العسكري حديث واهم. الآن حتى الآن مؤشرات الحل العسكري في كل المناطق التي تمكنت فيها الطائرات السعودية من ضرب وجود الجيش اليمني والجهة الشعبية تثبت الأمور أن هذه المناطق لا يملكها أحد، لا يملكها لا هادي ولا غير هادي، ولا يستطيع أحد من المسؤولين ما يسمى بالشرعية أن يعود لهذه المناطق. المسار يتعلق بأن اليمنيين يصلون إلى 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 حل. الحديث عن أنه من في الرياض أغلبية ومن في صنعاء أقلية، يعني الأغلبية ليش تخرج خارج البلاد؟ الأغلبية إذا كانت أغلبية، إذا كانت شرعية، إذا كان رئيس دولة، لم يتحدث نجيب ويقول أنه الجيش وصل إلى مسار دخل في العملية التآمرية على الرئيس هادي. إذا نجيب جيش من فين الآن؟ أنتم تتحدثون عنه هذا الجيش نفسه، من هذا الجيش سيكون هناك لجنة أمنية وعسكرية. طيب الجيش هذا إذا قلتم أنه كله كان انقلابيا، مع أنه في النهاية عبد المنصور هادي ظل يأمر الجيش بعدم مواجهة بعدم حتى في عمران كان يقول هذه معركة الإصلاح وليست معركة الجيش. وبالتالي فإنه نحن نعاني من طرف يمني يتصرف باستخفاف وخفة. عبد المنصور هادي ليس فقط المسألة تتعلق بأنه ما عادش شرعي، حتى وإن كان شرعي وإن كان انتخبوا الناس أمس عادهم، هذا الرجل لم يعد صالحا لكي يكون طرفا سياسيا أصلا. الحديث عن طرف يمثله، أعلن رئيس حزب الإصلاح محمد اليدوي أنهم اتفقوا على تشكيل مثل المجلس السياسي في صنعاء، يشكلوا مجلس سياسي داخل الرياض، تحالف ما سمى. ننتظر إذن ربما هذه الأطراف تصل بعد ذلك إلى تشكيل تحالف سياسي يصبح معه فعلا مسؤول، بدل ما هم كل واحد منهم في وادي وفي طرف. أمس جمال خاشقجي يكتب مقال في صحيفة الحياة ينتقد هذه النقطة، أنه عبد المنصور هادي يعين مسؤولين، كل مسؤول ضد الثاني وكل وزير ضد الثاني وكل قائد ضد الثاني، فليتفقوا أولا وبعد ذلك يتحدثون يتشرطون على من يسمونها الأغلبية في صنعاء. لكن الأقلية. كان الوفد على الأقل، يعني الوفد كان موحد على الأقل الذي ذهب من هناك، حتى وإن كان هناك خلافة. طبعا
خاشقجي يتكلم بشكل أساسي ربما على موضوع عدن بشكل أساسي على من بيده القبضة الأمنية في عدن، لكن قد يقول قائل إنه لا، بالنهاية إذا تعلق الأمر بملف خارجي أو مفاوضات تمثل ذاك الطرف يذهب وفد واحد. ليس الحديث عن الوفد الذي ذهب الكويت، الحديث الذي ذهب وفد الكويت طبيعي يعني في النهاية ما أحد يتحدث فيه، وكل الأطراف ساكتة يتحدثون بما يسمونها حكومة. الآن لو تحدثنا عن طرفين سياسيين يشكلوا حكومة جديدة لن يكون هناك طرف اسمه حكومة، يعني طرف الرياض وطرف صنعاء. الإصلاح سيتحدث بجهته أو أنهم يشكلون مثل ما شكل المؤتمر وأنصار الله تحالفا سياسيا ويصبحوا يتحدثون باسمه، لكنهم من دون ذلك سيكون الحديث عن انه لا نشتي وزير اصلاحي ونشتي وزير اشتراكي ونشتي وزير من المؤتمر حق الرياض ووزير من المؤتمر حق الاصلاح ووزير وهكذا، يعني ستكون التقسيمات. ليسوا طرفا سياسيا موحدا، فقط هم يقولون نتمسك بهذه لكي نستمر موحدين باعتبارنا شرعيه. طيب دكتور نجيب غلاب، ما الذي يمكن ان يفعله الان والد الشيخ وقد تسلم ما جاء في اتفاق او مقترح جده او المقترح الامريكي او سميه ما شئت الاقتراح الرباعي؟ يعني شوف، كان المؤتمر الصحفي هو اللي ممكن نقيس منه معلومات، تحدثوا عن حكومة وحدة وطنية وتأكدوا على المرجعيات وشرعية هذه ثابتة. مسألة الترتيبات كيف يكون الحل السياسي والتفاصيل، هذا التخطيط ربما كيف نأتت شرعية هذه الثابتة من أين جاءت؟ كيري لم يتحدث عن هذه، لم يعد هناك هذه في الحديث عن خطاب الدولة، حتى ولد الشيخ لم يتحدث عن هذه، من أين أتى أنه هذه شرعيته ثابتة؟ تفضل دكتور. طيب خليني أكمل وبعدين قد سمعها. الشرعية هذه موجودة داخل مقررات مجلس الأمن بشكل واضح وفي بيانات الدول الراعية واضحة. هذا الرؤية بالنسبة لهم للدول الراعية وللتحالف العربي وللأمم المتحدة واضحة هذه الرؤية فيما يخص شرعية هذه. إذا كان يعني تيار المؤتمر الشعبي تيار صالح والحوثيين عندهم مشكلة فيما يخص هذه والتركيز على فكرة هذه، وكأنهم يكررون نفس أحداث 11 فبراير، يرحل صالح وكل شيء بيصبر، وهذا مركزين على فكرة أنه هذه معهد الشرعي والأمور كلها سابر. هذا مش صحيح، لدينا مواثيق وقوانين وأعراف لا بد أن نمشي عليها. مسألة الترتيبات للحكومة، أنا أعتقد أنه الحكومة الشرعية قادرة على ترتب صفوفها وهي عندها مشروع متكامل في مخرجات الحوار، وهم مهمومين بالمستقبل أكثر من مسألة السلطة وتقسيمها. طيب عشان ما نروحش في نقطة أخرى دكتور عفوا، لأنه إحنا في نهاية هذا الملف، والد الشيخ الآن بيده شيء يفعله، وخاصة وقد رمت أمريكا بكل ثقلها، على الأقل يعني أخرجت كل ما لديها الآن وقالت عليكم أن تفعلوا هذه النقاط المحددة، باستطاعته فعل طيب شيء؟ أقول لك أنه اجتمعت الدول الأكثر تأثيرا في الملف اليمني، الأمريكان والبريطانيين ودول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية، وكانت الأمم المتحدة حاضرة. الأمم المتحدة وصلت إلى أفق مسدود يعني، ولكن رؤية الأمم المتحدة واضحة ورؤية الدول الراعية واضحة، وروسيا أيضا كانت حاضرة في جدة، وبالتالي اليوم هذا الحضور المكثف في لقاء جدة هو دعم وإسناد للأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة قوتها مرتبطة بقوة الفاعل، وبالتالي أنا أعتقد هذا الاجتماع هو إسناد ودعم لرؤية ولد الشيخ، وهم صرحوا بشكل واضح أنهم يدعموا الأمم المتحدة ويدعموا يعني أعمالها كاملة ويدعموا رؤيتها، وبالتالي رؤية الأمم المتحدة نجاحها وتحقيقها مرتبط بهذه الدول الفاعلة. هناك دعم كامل الآن لولد الشيخ، وأنا أعتقد أنه سيكون هناك جولة مشاورات يعني قصيرة، إن كان هناك حل سياسي واستطاعت أطراف الانقلاب أن تفهم الواقع ومتغيراتها، أو أنه بالأخير كان ثيري واضح وقالها بشكل يعني بشكل غير مباشر، أنها هذه ربما تكون هي الفرصة الأخيرة، وسيكون لدينا إجراءات أكثر حتما في المرحلة الجاية. وهذه النقطة تحول الأهم من كل ذلك. أستاذ نبيل الصوفي، الأهم في كل ذلك هم أنهم ذكروا أن هناك يعني إيران متدخلة وما زالت صواريخها تتدفق، واليوم كانت مقابلة السفير الأمريكي في الشرق الأوسط واضحة أنه إيران ترفع يدها
وأن تصبح دولة لخدمة السلام، لا دولة طيب دكتور لتصدير المشاكل. أستاذ نبيل الصوفي، الأمور واضحة، النقاط التي كان حولها الإشكاليات ولما كانت والتي كانت غامضة أصبحت واضحة. السؤال بالتالي الآن، هل يمكن للطرف أن يرفض ما جاء في هذا المقترح الأمريكي، المقترح الرباعي، وإلا الحجة سقطت عن الجميع؟ ليس هناك شيء واضح، وما يقال الحديث يعني في النهاية لا إيش اللي مش واضح مثلا؟ إيش اللي مش واضح؟ كلها مش واضح. الحديث عن أنه بقاء هادي لم يعد مطروحا لا في مقررات، لا في خطاب ولد الشيخ، ولا في خطاب أمريكا وغيرها. ما لم يستطع الأطراف السياسية الموجودة في الرياض على أن يكونوا كتلة سياسية تتفق بعد ذلك مع الكتلة السياسية الموجودة في صنعاء لتشكيل حكومة جديدة أو شرعية جديدة، بقية الكلام هذا كله ستحدد المعارك الميدانية الموجودة داخل جيزان ونجران ونهم وغيرها من المناطق. أما يعني الحديث عن إيران، طيب روح اعملوا مبادرة مع إيران إذا ما دام المشكلة هكذا، فإذا لا تحل المشكلة ما دام قصة إيران، لا تحل المشكلة أن تعمل اتفاق سياسي في صنعاء. روح إلى طهران واعملوا مثل الاتفاق النووي الأمريكي، روح كيري لإيران، لم يعد كيري عدوا لإيران، وبالتالي يصلوا في الاتفاق مع إيران. يعني في النهاية استمرار الناس اللي موجودين في الرياض على الحديث بهذا المنطق المسترخي، والذي يقول يومين وسنحل المشكلة، شهر ونحل المشكلة، 4 شهور وسنصفي الحوثيين وأنصار صالح، 5 شهور، سنة ونص وسنفعل. لا كانوا موافقين من البداية. يعني من هم؟ الحكومة البيان أصدرت البيان وافقت من البداية على هذا المقترح. لا هي في النهاية يعني ما تأجل الحل، قد يقول لك قائل فليكن جيد انه دعت انه اذا الناس يتحدثون عن السير الى مدى جديد، وانه ما رفضته في الكويت الحكومه عادت عنه الان وقبلته في الرياض، هذه خطوه ايجابيه. يفترض ان المجلس السياسي يتعامل مع هذه الايجابيه ويصلون الان كطرفين، ليس المجلس السياسي، يصلوا الى اطراف سياسيه في النهايه، يشكلون لقاء مشترك داخل الرياض ويصبح مواجهه اللقاء المشترك في صنعاء، ويصلوا الى حكومه وحده وطنيه تتفق على استعاده الشرعيه. ماذا عن النقطه التي اثارها الدكتور نجيب انه لمح الوزير الأمريكي لأنه هذه هي الفرصة الأخيرة؟ هي الفرصة الأخيرة من أول يوم. الناس يتحدثون عن ماذا بالنسبة لأمريكا؟ طبعا هي ليست حربها في اليمن، لا أوافق على ما يقوله مثلا أنصار الله بأن أمريكا لتحارب، ولا أوافق مع اللي في الرياض يقولون أنه السعودية أمريكا تدعم هذه الحرب. أمريكا هي قالت حتى أنها سحبت خبراء الفنيين من داخل غرف العمل. في النهاية الحرب هذه تحرج أمريكا، وهي في وقت انتخابات لا تريد أن تكون في الصورة. أمريكا في النهاية هي وسيط. وهذه نقطة أخرى، عفوا أستاذ نبيل، وهذه نقطة أخرى دفعت بالمتفائلين لأنه بالفعل سيكون هناك حل، لأنه هكذا تحدثت أمريكا أنه المنظمات الداخلية تحرجنا ونحن نحرج أمام حلفائنا، التزاماتنا للحلفاء بالحماية والدعم والمناصرة وإلى آخره. فبالتالي الآن المرحلة هي أكثر ملائمة للحل انطلاقا من هذه النقطة. نعم يقدمون نصيحة، نعم، وإلا في النهاية هم سوريا، قرار في سوريا أكثر تأثيرا، هم على ذلك لم يستطعوا فعل شيء. المسألة تتعلق بأنهم يقدمون نصيحة لمن يعتقد أنه سيحسم الأمور عسكريا، ليس بيدك، لا أنصار الله والمؤتمر قادرين على حسم الأمور عسكريا والسيطرة على اليمن، ولا الذين في النهاية يستخدمون الرياض لقصف اليمن قادرين على تحقيق أي خيار بالسلاح. هذا ما قاله الأمريكان. بقية التفاصيل ينتظر هذه الأطراف أن تعقل وأن تصل لاتفاق سياسي يخفف من حدة هذه الحرب ومن شدتها. ستبقى هناك جيوب حرب، في النهاية تعود المسألة الدولة اليمنية وكيف تعالجها. أستاذ دكتور نجيب أخيرا، تعتقد أنه الأمر سيذهب سيفوتون الأطراف، أي طرف من الأطراف، الفرصة الأخيرة وستحسم عسكريا، وإلا الوقت مواتي لحل سياسي ولد الشيخ سيعود للعمل من جديد؟ أنا أعتقد أنه الكرة الآن في ملعب صنعاء، هي كيف تتعامل مع هذه المبادرات وهذه الأطروحات المختلفة، وهناك إجماع دولي وإقليمي على فكرة الحل وكيف يكون، والشرعية أيدت هذا الطرح، وهناك تماهي كامل ما بين اليوم التحالف العربي والمنظومة الدولية وأيضا الشرعية. الحل اليوم، الوصول إلى حل سياسي، مرتبط بقدرة أطراف الانقلاب على فهم دورهم، هل هم أداة وظيفية لإدارة الصراع الإقليمي والدولي في اليمن، أم هم أداة يمنية؟ إذا هم مقتنعين باليمن ومصالحهم أنا أعتقد أنهم سيكونوا أكثر عقلانية، أما إذا هناك أطراف تتلاعب بهم بشكل أو بآخر وتعطيهم وعود كاذبة وتوظفهم وهم قابلين هذا التوظيف، لن نصل إلى حل وتستمر العمليات العسكرية، وأنا أعتقد أن الشرعية
قادرة على الحسم والتحالف العربي، وربما من يوعدهم اليوم سيكون معنا في المعركة وسيخسرون. الدكتور نجيب غلاب المحلل السياسي من الرياض، شكرا جزيلا لك. والأستاذ نبيل الصوفي المحلل السياسي من صنعاء، شكرا لك. مشاهدينا نذهب إلى فاصل من الإعلان ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد. في أول قراءة إحصائية لعدد الضحايا للحرب في اليمن من المدنيين، تقول منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 7000 قتيل سقطوا في هذه الحرب والقصف والمواجهات الذي تشهده اليمن منذ أكثر من عام ونصف، وتعد الرقم كبيرا ويشكل مأساة، وتحذر من استمرار سقوط ضحايا مدنيين سواء في المواجهات على الأرض أو من القصف والغارات الجوية. للوقوف على هذا الرقم ومناقشة هذا الموضوع معنا دكتور علي المضواحي، وهو مسؤول طوارئ في منظمة الصحة العالمية. دكتور علي مساء الخير. مساء الخير يا مرحبا. في البداية لو تحدثنا بتفصيل أكثر عن هذا الرقم، حيثية الرقم، أين سقطت هذه أين سقط هؤلاء الضحايا، كم النسبة من النساء، من المدنيين، من الرجال، من الأطفال إلى غير ذلك؟ الواقع أنه ومؤلم أننا نتحدث عن أرقام هي لضحايا سقطوا ولا يزالون في ظل هذه الأوضاع المؤلمة. الرقم قريبا مما تفضلتم به، يعني نحن ما لدينا بحسب الإحصاءات الرسمية وبحسب ما يرد من المرافق الصحية أن هناك 6693 من القتلى ومن الجرحى 33478. أغلب المحافظات طبعا هي عرضة لذلك باستثناء محافظتين المهرة وسقطرة التي لم تسجل فيها حالة من الضحايا سواء قتلى أو جرحى. والسبب الرئيس كما تفضلت أنت أيضا طبعا هم بسبب الصراع المسلح، بسبب الغارات الجوية وبسبب القتال الأرضي، يسقط هؤلاء في مختلف المحافظات وخاصة في مناطق النزاع ومناطق الالتحام العسكري التي تعرفونها، وهي التي تشكل العدد الأكبر من الضحايا. التسجيل طبعا في محافظة تعز عدد كبير جدا، في محافظة صعدة يمكن ربما تكون هاتان المحافظتان هما الأكثر تسجيلا للحالات وفق ما لدينا من إحصاءات. طيب الآن مع حالة النزوح، طبعا النازحون وصلوا تقريبا إلى أكثر من 3 ملايين، مع تسجيل حالة النزوح هل نقص المؤشر العام لهذه الأرقام، أرقام الضحايا؟ الواقع أن الأرقام هي مرتبطة بالحوادث العسكرية بالنزاع المسلح. هذه الأرقام تحدث في كل مكان. نعم النازحون وصلوا إلى ما يقرب من 3 ملايين، لكنهم أغلبهم متواجدون ضمن بيئات محلية، وهذا أيضا يبين مدى التكافل الاجتماعي الموجود في اليمن بحمد الله تعالى، حيث تم احتواء أغلب هؤلاء ضمن المجتمعات التي نسميها المجتمعات المضيفة، وبالتالي هم يصبحون بعد ذلك أيضا عرضة لأن يكونوا ضحايا جددا. هم ضحايا أساسا للنزوح، ضحايا للظروف التي أجبرتهم على الخروج من أماكنهم، من ديارهم، من بيوتهم إلى أماكن أكثر أمنا، وعندما يصلون إلى هذه الأماكن أحيانا لا تكون أمنة بشكل كاف. وبالتأكيد إذا نزحوا إلى أماكن أصبحت هي عرضة لنزاع مسلح بالتأكيد أن هذا يحدث. لكن ما لدينا من مؤشرات حتى الآن أن نطاق العمليات العسكرية الذي نعرفه باستثناء الضربات الجوية، نطاق العمليات العسكرية الميدانية هو في الأماكن التي أماكن تماس والتي هاجر منها أغلب السكان لأنها مناطق لا يمكن البقاء فيها. طيب دكتور، معروف أنه الحرب لا يمكن لأحد أن يمنع الحرب، لكن هناك مواثيق تحد على الأقل من استهداف المدنيين وسقوط هؤلاء المدنيين. كيف يمكن لكم سواء في منظمات الصحة العالمية أي مواثيق دولية، كيف يمكن لهذه المواثيق ولهذه الأعراف والمنظمات أن تحمي المدنيين؟ بالتأكيد أن هذه المواثيق موجودة. المنظمات هي تترجم ما اتفقت عليه الدول، لأن دول العالم هي اتفقت على
أن ترعى هذه المواثيق الدولية بحيث تكون هناك حماية كاملة وتامة للمدنيين، سواء فيما يتعلق بمنع الحصار عنهم في الأمور الأساسية، الدواء والغذاء، خدمات من خدمات التعليم أو من المياه وما إلى ذلك، أيضا ما يتعلق بحمايتهم من أي استهداف عسكري سواء كان مباشرا أو غير مباشر. لكن مع الأسف هذا ما لا نجده في الصراع الدائر في اليمن. نجد أن هناك اختراقا لهذا الجانب، نجد أن هناك استهدافا لمناطق يسكنها المدنيون، وهذا هو الرقم الذي نتحدث عنه. نتحدث عن ضحايا من المدنيين وصلوا إلى أكثر من 40,171 من الضحايا حتى الآن تم تسجيلهم إلى منتصف شهر أغسطس الراهن، وبالتالي الضحايا هم من المدنيين يترجمون عدم الوفاء بهذه المتطلبات، مع الأسف عدم الوفاء بالالتزامات الدولية التي وقعتها الدول، جميع الدول، دول العالم المنضوية في منظومة الأمم المتحدة هي موقعة على هذه المواثيق. منظمات الأمم المتحدة تحاول أن تذكر دائما بذلك، لكن ليست لديها السلطة على إجباب. وهذا يقودنا إلى سؤال آخر، وهو ما الأمور المترتبة ولو مستقبلا على هذه الجهات التي استهدفت أو لم تقم بحماية المدنيين؟ بالتأكيد أن هذا الأمر لابد أن يخضع لتحقيق محايد، وبناء على ذلك تذهب هذه القضايا إلى المكان السليم لها، وهي الجوانب الحقوقية، ولابد من البحث عنها في هذا الجانب، البحث عن مدى صحة أن هناك اختراق متعمد أو أن هناك انتهاك لحقوق الإنسان. وبالتالي هذا الأمر لابد أن يتم من خلال المحاكم الدولية للتأكد أن هناك اختراق للمواثيق التي تحمي المدنيين، وكذلك إذا كانت هناك جرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وهذا الأمر الذي طبعا تركز عليه دوما منظمات المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة، وهذا هو الدور بالنسبة للجميع. نحن نوثق هذه الحالات وبعد ذلك تصبح مسؤولية جهات شقيقة، خلنا نسميها داخل المنظمة الأمم المتحدة، لتقوم بهذا الدور. نحن كمنظمة صحية مهمتنا الأساسية هي تقديم الخدمات، إنقاذ الضحايا قدر ما نستطيع، الحد من تداعيات الكارثة الإنسانية التي تعيشها اليمن اليوم، ومن خلال توثيق هؤلاء الذين يسقطون سواء قتلى أو جرحى، تستطيع جهات أخرى معنية بالجوانب الحقوقية تستطيع أن تأخذ هذه الأرقام إلى منابر أخرى حيث يجب أن تعالج بشكل قانوني. أشكرك جزيلا دكتور علي المضاحي، أحد مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية. في تجاوز لمعايير التعامل الإنساني، تشتد وتعلو أصوات الشكوى من اليمنيين المسافرين عبر منفذ الوديعة الذي يشكو فيه المواطنون من معاناة كبيرة من الفساد المالي والإداري في طاقم العمل بالمنفذ، وابتزاز المواطنين وأصحاب المركبات ونهبهم دون أي مسوغ قانوني. المواطنون يطالبون بتغيير الموظفين الذين أساءوا للإنسان اليمني بتعاملهم هذا في المنفذ الذي يقع تحت سلطة الحكومة اليمنية. معنا لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ هشام السعيدي، وهو وكيل مساعد لمحافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء. أستاذ هشام، مساء الخير. مساء النور. ليست المرة الأولى لارتفاع أصوات المارين من هذا المنفذ، لكنه الآن الأكثر ارتفاعا. ما الأسباب وراء كل ما يحصل في هذا المنفذ من شكاوى؟ نعم، الشكاوى لابد أن نعلم أنه في شكاوى صحيحة وفي شكاوى غير صحيحة، وسيتم إن شاء الله من خلال اطلاعنا الأسبوع الماضي تم استدعاء مدير عام منفذ الوديعة مع الطاقم الإداري بالمنفذ، وسوف يتم تقييم الوضع الإداري والمالي والعمل بشكل عام في منفذ الوديعة من خلال تشكيل لجنة قريبة إن شاء الله الأسبوع القادم لتقييم الوضع الكامل ولتسهيل الأمور والوقوف على هذه الشكاوى للمواطنين، وأيضا الشكاوى المقدمة من أصحاب النقل والسيارات. لكن يعني الشكوى منذ فترة طويلة، منذ أشهر، لماذا التأخر في المطالبة والمساءلة إلى الأسبوع القادم؟ سبق الشكاوى السابقة
سبق وتم تشكيل لجان من قبل الحكومة من الرياض وتم النزول وهناك تقارير ومحاضر مرفوعة بهذا الشيء للتعديل والتصحيح، ولكن من الشكوى الأخيرة ومن خلال ما أثبتناه من شكاوى المواطنين تم استدعاء مدير المنفذ وسوف يتم الوقوف على كل الوضع المالي والإداري والأمني بشكل عام. ربما تابع صور أستاذ هشام وتابعت الصور لعوائل ولأناس واليمنيين كثر يعني ينتظرون أحيانا بالأيام أو حتى بالأسابيع، أي مبرر للتأخير هذا؟ لا طبعا الصور لا تنقل الواقع بشكل كامل، نحن على تواصل بإدارة المنفذ والحمد لله الفترة الماضية واليوم وغيره لا ليس هناك الكثير من الزحمة، ولكن الآن بدأوا مجموعة من المواطنين يتوافدون على المنفذ استعدادا للحج قبل أن تستكمل الإجراءات التأشيرة والوفود للحج، وهناك مجموعة توافدت إلى المنفذ بدون التنسيق المسبق مع الوكالات مما يؤدي إلى الزحمة بشكل نسبي، لكن من خلال تواصلنا بإدارة المنفذ الحركة مستمرة ولله الحمد، المرور والدخول بشكل شبه طبيعي، ما في الزحمة المتكدسة التي تؤدي إلى إعاقة أو تأخر المسافرين أكثر من يوم. طبعا هذا الفيديو الموجود الآن الذي على الشاشة ما أدري إذا كنت أنت ترى أو لا، من أرسل هذا الفيديو أو من نشره يتحدث على أنه يتم أخذ مبلغ 10 ريالات سعودي من كل مسافر وبدون أي سندات؟ نعم إذا صح الكلام هذا وإذا وجدت شكوى رسمية بهذا الموضوع سوف يتم التحقق وتشكيل لجان تحقيق لمعرفة المتسبب والمسؤول على هذا ومعاقبته. خلينا نسأل بشكل مباشر إلى أين تذهب المدخولات أو الدخل من هذا المنفذ؟ نعم الإيرادات بشكل مستمر على نفس الوضع السابق، لا تغيير في هذا الموضوع. وهو الإيرادات بشكل مستمر بحسب وزارة المالية بنفس بنودها. إلى أين؟ إلى البنك المركزي وإلى الحكومة يعني. مش إلى البنك المركزي. ها؟ إلى البنك المركزي وإلى الحكومة. إلى حساب البنك المركزي تسقط الإيرادات بحسب البنود ضرائب وغيرها. أشكرك جزيلا ونتمنى طبعا كما قلت نتمنى التحقق والناس موجودين خاصة المسافرين الموجودين في هذه المنطقة، نتمنى موافاة الجميع بما يتم هناك بالضبط، مع الإشارة إلى أنه بالفعل البعض يذهب بدون تنسيق إلى هناك أو حتى بدون فيزا أو حتى يحاول الدخول من هناك، ونحن نعرف أنه هو منفذ دولي بالتالي يجب أن يعني المسؤولية يجب أن كل واحد منا يعرف أين هي مسؤوليته. أشكرك بكل حال الأستاذ هشام السعيدي الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء. يعد مستشفى خليفة بمدينة التربة بمحافظة تعز واحدا من المستشفيات الحكومية الهامة الذي يقدم الخدمة الصحية لمناطق كثيرة في تعز، ويعد المرجع لكثير من المرضى خاصة مع ازدحام مدينة التربة بالنازحين، ورغم وجوده في منطقة وسط بين محافظتي تعز ولحج ومع إمكانية وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إليه، إلا أنه يشكو عدم قدرته على تقديم الخدمة الطبية، فما هي أسباب ذلك؟ ينضم إلينا من التربة مدير عام مستشفى خليفة الدكتور عبد الرحمن الصبري. دكتور عبد الرحمن مساء الخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبالقناة السعيدة، وإن شاء الله من خلالكم نعطي صورة واضحة عن الخدمات الطبية والصحية في مستشفى خليفة. وأبدأ أسألك عن الصورة الواضحة التي تحدث عنها، كيف هي الصورة الآن لما تقدم لما يقدمه المستشفى؟ طبعا أخي الكريم، مستشفى خليفة كما أسلفت أنت في بداية حديثك أنه هو المستشفى الوحيد الحكومي الآن الذي من بداية أزمة 2011 حتى الآن لم يغلق خدماته أمام مترددين من المرضى إلى هذه اللحظة. طبعا مستشفى خليفة مر بفترات ويعاني من الكثير الكثير، وهذه المعاناة
تتمثل في نقص أو انعدام الكادر البشري النوعي التخصصي الذي يضطرنا دائما إلى حالة الحالات اللي تصل إلينا سواء كانت مرضى أو جرحى حرب إلى المراكز المحافظات. وأنت تعلم أنه خلال الفترة السابقة كانت المنافذ كلها مغلقة سواء كانت على مستوى مركز المدينة مدينة سعد أو أيضا على مستوى محافظة عدن. وتجاوزنا هذا الأمر بتواصلنا عندما صار الأمر سهلا وميسرا عن طريق محافظة عدن. لكن نحن هذه الإشكالية اللي الآن نحن نعانيها إنه المستشفى الكادر البشري النوعي التخصصي هذا وبعد المسافة عن المريض في حالة احتياجه للخدمات الطبية والحرجة بالذات حالة الحرجة هذه تسبب لنا إشكالية كبيرة. ونحن ناشدنا ونادينا وأرسلنا مذكرات لكل الجهات ذات العلاقة سواء كانت المنظمات الدولية أو الجهات الرسمية ذات العلاقة إضافة إلى الجهات الإنسانية. حصلنا على بعض المتطوعين بعض الكادر البشري لكن لم يكن لهم استمرارية في تواجدهم داخل المستشفى مما اضطرنا إلى تحويل الحالات وخصوصا بسبب في حالة لماذا عدم قدرتهم. نعم لماذا لا يستمرون؟ نعم ما يستمروش لأنه لا يوجد إمكانيات مادية تدعمهم على بقائهم. عملية استقرار الكادر الوظيفي مهم. نحن نعاني من نقص حاد. المستشفى طبعا اليوم يشتغل بكادر طبي متخصص نوعي ثلاثة تخصصات وهي الجراحة العامة والعظام وأيضا والأنف والحنجرة إضافة إلى أننا نعاني من نقص في الجراحة التجميلية في جراحة الأعصاب في جراحة الأوعية الدموية وهي يعني الحالات التي تتطلب وجود أطباء. حاولنا نحن نستخدم لكن وماذا عن المستلزمات الطبية متوفرة بما فيها الكفاءة؟ طبعا أخي الكريم نحن ننتقل للنقطة الثانية من ضمن مشاكلنا وهي المادية والتجهيزات وبالذات الأدوية والمستلزمات. نحن عندما طرقنا الأبواب للمنظمات حقيقة نحن مشكورة منظمة الصحة العالمية ومنظمات أطباء بلا حدود هم قاموا بالدعم. لكن المشكلة في الدعم هو أنه لا يكون ملبي لطلب الاحتياج. يعني أن هناك إمدادنا في بعض الأدوية والمستلزمات لا تلبي احتياجة الجريح ولا تلبي احتياجة المريض في ظل نزوح هائل من الناس إلى هذه المديرية. وكما أثبت أنه أكثر من 2 مليون نزح إلى هذه المديرية. لكن في أكثر من مرة دكتور عبد الرحمن أكثر من مرة هناك حديث عن مساعدات طبية أتت إلى هذا المستشفى سواء كانت من الجوس أو حتى مساعدات من البر. أين تذهب هذه المساعدات؟ طبعا نحن بالنسبة من الجو ما فيش. نحن عندنا مساعدات من البر وأكثرها تأتينا من محافظة عدن عبر منظمة الصحة العالمية يعطونا وأطباء بلا حدود مشكورين حقيقة في الفترة الأخيرة هذه. لكن أقول لك إنه هذه المواد من أدوية ومستلزمات لا تلبي احتياجات طلب الجريح أو طلب المريض للتخصص النوعي الموجود وإنما أيضا لا بس بأن نحن ظلينا مستمرين في ظل هذه الخدمة. ومن هذا المنطلق نحن نناشد أن يكون هناك دعمنا بالأدوية والمستلزمات وفقا لطلبات أو احتياجات الموجودة للمرضى. أشكرك جزيلا من التربة مدير عام مستشفى خليفة بالمدينة دكتور عبد الرحمن الصبري. والشكر لكم مشاهدينا الكرام لطيب الاستماع والمتابعة لهذه الحلقة من الواقع اليمني. أعود وألتقيكم في حلقات قادمة بإذن الله. أنتم الوطن بألف خير. إلى اللقاء.